يا مؤمن، ما دمت أنت مؤمن وعلى قدر إيمانك يكون سلامك وأمانك. فالمؤمنون في الموقف ما يصيبهم الشدائد تصيب الكفار، لا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن. والمؤمنون في الموقف الصالحون هم في الموقف حتى يخفف الله عنهم طول الموقف، يفتح الله لهم ما بينهم وبين الجنة، فيشمون رائحتها من بعد 2000 سنة وينظرون إلى خضارها وقد قربها الله لهم. أما تقرأ قول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد؟ أي قربت. ليه قربت؟ لوين؟ لأنهم في الموقف قرب الله لهم الجنة فصاروا يرونها وخضارها ونضارها ويشمون رائحتها، فسلاهم عن أهوال الموقف، ما يشعرون لا بحر ولا بغرول، لأنه نسمات الجنة وخضارها ورائحها ما تعطي عليهم. يا إنسان اللهم اجعلنا منهم. أما من لا إيمان له وهكذا أو هناك فسق أعمال ما تاب منها إلى آخر، فيقاسي كل على حسب كرب وهم وغم ما يعرف أين النتيجة. قال فإذا طال الأمر قال الناس بعضهم لبعض ألا ترون إلى ما بلغكم، أي أين الحال صرتم فيها من الهم والكرب والشدة، ألا ترون من يشفع لكم عند الله. أي لا تقول بعضا تعالوا نبحث عن من يشفع عند الله ينقذنا من هالأهوال، والموقف طويل ومخيف ورهيب، وأرض الموقف تسمى الساهرة، فإذا هم بالساهرة أي من شدة الخوف لا نوم ولا أرار ولا راحة، مثل الذي راح في البرية وأقبل عليه الليل صحراء، هذا أرض ساهرة ما بينام بخوف، إما إيش يأتيه هكذا حيوان أو سارق أو لص أو معتدي، هذا خوف يا إنسان. فأرض الموقف أرض الساهرة خوف شديد إلا من أمنه الله.